عم نحكي عن علاج مرض الضغط، ودائما لما نجي نحكي عن اي مرض بالعالم نحكي عن النون فارماكولوجيكال ثيرابي والفارماكولوجيكال ثيرابي، يعني استخدام العلاج بالادويه وغير الادويه. نحكي عن غير الادويه عشان تعرفوا قديش مهم هدول الشغلات في علاج مرض الضغط. اول شيء ويت ريدكشن، فالاشخاص اللي عندهم سمنه كثير لازم ينتبهوا على موضوع الوزن، لانه احنا لما بنقلل الوزن بنقلل حجم الدم، فبالتالي بنقلل الدم الراجع على القلب، وبالتالي بنقلل الجهد على القلب، فبالتالي بيقل الضغط. بنقلل كمان إذا أشخاص بيشربوا كحول، لأنه الكحول بتزيد الكاتوكولامينز بالجسم، فبالتالي بترفع الضغط. بنوقف التدخين لأنه بيزيد الكومبليكيشن، وبنعمل الرياضة، وبنبعد عن الستريسفول كونديشن. كمان يا جماعة السولت ريستركشن، الناس بتحب الأكل المالح وبتحب الأشياء المالحة، الشيبسات والأشياء والموالح اللي فيها صوديوم كتير عالي لازم يقللوها. تقليل الصوديوم بيقلل احتباس السوائل، فبالتالي بيقلل حجم الدم، فبالتالي بيقلل الكارديك اوتبوت اللي هو جهد القلب، وبالتالي بيقل الضغط. بعدين بنفوت موضوع الادويه، فبالتالي النون فارماكولوجيكال دائما بحاول اذكرها في كل الفيديوهات اللي انا بحكي عنها، لتكون تقريبا 30-50% من الكيورابل ريزنز اللي ممكن تكون عند المريض. يعني هذول الاشياء كثير بتساعد انه يعالج المريض قبل ما نبلش او ندخل موضوع الادويه.